المشاركة في أسبوع المواطنة والمساهمة معا في الخدمة الوطنية بهدف حماية البيئة، هذا ما دفع العاملين بوزارة البوسطة والتكنولوجيا الحديثة للإعلام والاتصالات وسلطة تنظيم قطاع الاتصالات وبعض العاملين بالإذاعة والتلفزيون. معظمهم خرجوا في الصباح الباكر للمشاركة في عملية تنظيف ساحة الشركة الوطنية للاتصالات سوتيلتشاد، حيث تتقدمهم فيها وزيرة البوسطة والتكنولوجيا الحديثة للإعلام والاتصالات النيدولوجية أليكسي نيامباي برفقة بعض المسؤولين في القطاع الإعلامي. هذه المشاركة الفعلية لعملية النظافة تم فيها قطع الأعشاب التي نبتت بساحة الشركة ونقلها إلى أماكن بعيدة، كما تم غرس عدد من الشجيرات بهدف التصدي للتغيرات المناخية والاستفادة منها. وخلال هذه الحملة الوطنية قالت وزيرة البوسطة والتكنولوجيا الحديثة للإعلام والاتصالات نيدولوجي أليكسي نيامباي إن عملية تنظيف الأماكن الخاصة بالعمل تعد حاجة ملحة للوقاية من الأمراض المختلفة، دعت الجميع إلى ضرورة إتباع أسلوب حياة صحية والحرص على نظافة المنزل وأماكن العمل، كما حثت العاملين بالشركة العناية والمتابعة للشجيرات التي تم غرسها حديثا. استجابة لنداء السلطات العليا في البلاد ومتابعة لحملات النظافة التي شملت المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمراكز الصحية إلى جانب الإدارات العامة والخاصة، وتمديدا لفعاليات أسبوع المواطنة الذي أطلقته مؤسسة أفريق كامبيس مؤخرا، قام عمال وزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة بحملة نظافة واسعة بكل من الثانوية الفنية التجارية ومقر الوزارة بحي مرسال، بحضور وزير التربية الوطنية وترقية المواطنة أبو بكر الصديق شرومة، وذلك استعدادا لدخول العام الدراسي الجديد 2018 و2019. كما تعلم فخامة الرئيس والسيدة الأولى بهذا العمل يريدون أن يكون هناك تغيير في عقول الناس واهتمامهم بالنظافة، واختيار المدرسة له رمزية، يعني نريد أن يكون هذا التصرف تصرف مستمر لدى الطلاب ولدى الأساتذة. كما طلب الوزير أبو بكر الصديق شرومة من مدراء المؤسسات التعليمية الإسراء في تنظيف ساحات المدارس والفصول الدراسية من أجل السماح للتلاميذ بداية العام الدراسي الجديد في وقته المحدد. تلبية لنداء السلطات العليا بالبلاد واستجابة للنداءات الوطنية الداعية إلى المشاركة في فعاليات أسبوع المواطنة، جاءت حملة النظافة هذه التي قام بها العاملين بوزارة الإنتاج والري والمعدات الزراعية وعلى رأسهم الوزيرة ليدي بياسمدا، والتي أكدت بأن هذه الحملة تدخل ضمن سياسة الحكومة الرامية إلى نظافة المدينة وغرس الأشجار من أجل حماية البيئة. سو عشان تاجين كله يشوفوا اكزامبل ده، وانينا في مينيستير مسي مش البريزيدان سي كورا اجينا يابس بلا بلان ده ما يكون دابس تينا سونا كلك بلانتاسيون عشان نلقو بكان شان عبود فوق هني في مينيستير. وعقب الانتهاء من عملية التنظيف والتشجير، قامت الوزيرة وبرفقة معاونيها بزيارة إلى مختلف الأقسام الإدارية لمبنى الوزارة والمرافق التابع لها والتي قيد التشييد. وخلال ذلك قام المهندس المعماري بشرح كل الأبعاد والجوانب الخاصة بالمبنى، وأطلع الوزيرة بمدى مستوى تقدم الخدمات. مواصلة لحملة النظافة التي أطلقها رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو وحرمه سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو من أجل حماية البيئة ونظافتها، فقد نظمت جمعية النساء التاجرات وممثلي المؤسسات الحرة حملة نظافة واسعة بالسوق المركزي، وكان ذلك بالتعاون مع الشركاء المانهين والمصارف العاملة محليا. وبعيد عملية النظافة فقد وزعت هدايا رمزية لبعض النساء التاجرات بالسوق. وزيرة المرأة وحماية الطفولة أرجون جلال خليل قالت بأن هذه البادرة تؤدي أمرا إيجابيا، وذلك لأجل نظافة المكان وحماية المواطنين من الأمراض التي تسببها الأوساخ. الانسياتيف ده ما هنا يوم واحد، الأبين التاجرات هم عندهم يعني عندهم إمكانيات عشان يساعدوا البوليتيك في السنسيبليزاسيون، أما هم ذاتك بنفسهم يقدروا يخيروا الحياة القايدين فوقها حاليا.
بدوره مندوب الحكومة لدى بلدية أنجمينا الدقوي يعقوب شكر الجمعية على هذه المبادرة الرامية إلى حماية البيئة المحلية. أما عمدة بلدية أنجمينا مريم جيمي إيبيت قدمت هي الأخرى شكرها لكل المشاركين في الحملة التي أقامتها الجمعية، كما طلبت من النساء التاجرات الالتزام بنظافة السوق والعناية به والتقيد بالتوجيهات والإرشادات الخاصة للرعاية الصحية. رئيسة جمعية النساء التاجرات خديجة كولينغار قالت إن هذه الحملة تدخل ضمن سياسة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو الرامية إلى خلو البلاد من الأوساخ ومكافحة الأمراض. إذا كانت النظافة تعني خلو المكان من الأوساخ والنفايات والمخلفات، تلك هي خطوة قامت بها وزيرة الثقافة والتنمية السياحية مادلين ألينغيه والطاقم الإداري المرافق لها بتنظيم هذه العملية. القصد منها هو تنظيف ساحة الفنان الراحل تالينو مانو تضامنا مع أسبوع المواطنة الذي ترك بصمات إيجابية في أغلب المؤسسات الوطنية. وزيرة الثقافة والتنمية السياحية مادلين ألينغيه قالت إن هذه البادرة جاءت تنقية لهذه الساحة لأنها تمثل الجزء الأكبر من الثقافة للموسيقيين، مطالبة الجميع أن يهتم بمثل هذه الخطوة، حيث أن عملية النظافة تحتاج إلى مشاركة جميع فئات المجتمع. الدائرة السادسة وعلى لسان عمدتها أشادت بهذه البادرة وأضافت أنها تقع على عاتق الجميع، ليست للبلدية أو الدائرة وحدها. هذا ويشار إلى أن وزارة الثقافة والتنمية السياحية ستقوم بتنظيف جميع المؤسسات التابعة لها. استجابة لأسبوع المواطنة وتلبية للواجب الوطني، قام عمال الصندوق الوطني للمتقاعدين التشاديين والأرامل بحملة تنظيف داخل وخارج مبنى الصندوق. العملية التنظيفية شارك فيها شبيب وشيبة من الجنسين في مقدمتهم العجزة والأرامل. ونحن نكون في جيل جديد في كاترم ريبوبليك، هذا يعني كل شيء يكون جديد. مدير الصندوق الوطني للمتقاعدين والأرامل أحمد مصطفى محمد شجع عمال الصندوق وقال إن هذا الواجب الوطني يملي عليه ضمير كل شادي غيور على وطنه، وأن العملية قام بها عدد كبير من عمال الصندوق بمختلف طبقاتهم ومقاماتهم ناهيك عن فئاتهم العمرية. نقول النداء الأقاليم أن يقوموا بنظافة جميع المحلات الخاصة بالصندوق وكذلك الطرق، ليس الصندوق لوحده، الطرق والمجال يمكن أن يقوموا بنظافة جميع. وعقب عملية التنظيف والتي شملت أدوات السطور والخراطات ومعدات أخرى لقلع الحشائش، قام المدير العام للصندوق وبعضا من معاونيه بغرس شتلات داخل مبنى الصندوق وهي شجرات المانجو، لعل المتقاعدين يستظلون يوما في ظلها أو يقطفون ثمرة من ثمارها إذا كان العمر بقية أو تستفيد منها الأجيال القادمة.